السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ومن علماء المغرب الكبار الذين خطوا اسمهم بماء من ذهب في مجال التغذية وفي مجال الصحة واشتهر في العالم العربي والعالم الإسلامي وله الاحترام والتقدير، لكن الخراجات الأخيرة المتعلقة بفهم القرآن العظيم وفهم السنة النبوية ربما نحى فيها شيئا ما نحو الغلو وخالف مقررات الأمة الإسلامية. ولنا أن نتساءل لماذا ذهب دكتور الفيدي إلى هذا الاتجاه. أعتقد ربما أنه قد تعرض لاستفزاز من طرف بعض المتدينين فكان رد فعله قويا، ولربما أعتقد ما قاله طه حسين لما جاء إلى المغرب في القرويين وقال ائتوني بقلم أحمر كي يصحح القرآن، والناس كفروه ومنهم ما فسقوه، ولكن فيما بعد قال لهم أنا أردت أن أثير هذا الجدل حتى نبدأ في التفكير والاجتهاد وإعادة النظر في توابت الدين وتفسير القرآن وتفسير السنة. إذا كان هذا هو الغرض من الدكتور الفائد أنه أراد أن يثير همة الشباب والعلماء لإعادة النظر فربما قد يكون جهده مشكور، لكن لا ينبغي أن نبخس جهود علماء الأمة الإسلامية سواء المفسرون أو المحدثون أو الأصوليين أو الفقهاء. فالدين الإسلامي دين محفوظ بحفظ الله، وقيد الله له تعالى على امتداد 15 قرنا في كل قرن علماء أجلاء وفحول كبار وضعوا هذه الأسس التي لا يمكن أن نتزعزع عنها. ولكن يبقى الدكتور الفائد احترامه وتقديره، لكن حينما ربما يبالغ في مثل هذه الأمور قد يقدم خدمة لخصوم الإسلام الذين يبحثون ويصطادون في الماء العكر. فالإسلام فيه ثوابت لا يمكن أن نتزعزع عنها، وفيه متغيرات ممكن إعادة النظر فيها، وفيه دائرة الفراغ التشريعي التي هي مفتوحة في كل زمان ومكان. وأسأل الله تعالى أن يوفق كل من يسعى للخير إلى المزيد من الخير. تحياتي لكم جميعا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.